مصادر عسكرية في الجيش الحر تؤكد وفاة وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار وتعيين اللواء رستم غزالي وزيرا للداخلية بالإنابة. كوشنير: التحقيقات في قضية اغتيال الحريري أظهرت بأن أشخاصا قريبين من الأسد متورطون في العملية. لقاء مسائي في بعبدة ضم سليمان ميقاتي وجنبلاط. البحث تناول موضوع الانتخابات، اتجاه رئاسي إلى تأجيل الحوار من دون تحديد موعد جديد له. جنبلاط: أستغرب ازدواجية المستقبل في التعاطي مع مسألة الحوار، حيث يرفضون الجلوس إلى الطاولة بينما لا يمانعون من اللجوء إلى الفندق ليشاركوا في اجتماعات اللجنة الفرعية. مؤتمر صحفي للوزير باسيل يتطرق خلاله إلى ملف النازحين وتأثيره على لبنان أمنياً مادياً سياسياً وديموغرافياً. تقف اليوم أمطار وثلوج ولبنان تحت تأثير عاصفة من غرب روسيا ستستمر لأيام، وثلوج تلامس الأسبوع المقبل 600 متر. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.